بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. كثرة التأمل مثل كثرة اللهو ما بينتج عنا إلا ضياع أكيد للوقت وخسارة كبيرة للإنتاج والعمل. وهون أنا بقصد أنه من يتأمل كثيرا وبشكل دائم مثل اللي بيلعب كتير ويلهو كثيرا وبشكل دائم. أنا بعرف شخص أمضى معظم أوقاته باللهو، كان يلعب إلى حد جعل من حياته حياة مليئة بالفشل الدائم واليأس الدائم والاكتئاب. كمان بعرف شخص تمادى كثيرا في التأمل الدائم حيث أصبح مدمنا على تمارين التأمل ومريضا من مرضى التأمل. وأثبتت التجارب العلمية والعملية إنه كل شيء زاد عن حده نقص من قدره، وكل شيء تمادى بتطرفه وسرعته أصبح خطر على صاحبه. لذلك فإنه من الحكمة بمكان أن ندعو إلى الاعتدال في التأمل، حتى ولو مارسنا عملية التأمل على يد أمهر المدربين في التأمل، التأمل التخيلي أو التنفسي، في عدد كبير من أنواع التأمل. فمن يتطرف في التأمل ليتجنب التوتر والاكتئاب يمكن أنه يجلب لنفسه المزيد من التوتر والاكتئاب. ومن يتمادى ويضيع وقته كثيرا فيما يسمى المايندفولنس أو اليقظة الذهنية، كمان يمكن أنه ما يحقق أهدافه في تجنب مآسي الماضي أو هموم المستقبل. احذروا التطرف في التأمل لأنه عوارضه كتير ومخاطره أكثر، ولأنه بيشبه في هالحالة التطرف في اللهو واللعب، أي مضيعة للوقت. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.